الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي، برنامج صباح الدوحة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 9 إلى الساعة 9:30 صباحا، نتجول في أماكن عديدة في بلادنا الحبيبة قطر. وفي البداية نصبح على مشاهدينا أينما كانوا داخل قطر برا قطر، ودائما خصب التصبيح أمهاتنا وأبهاتنا الكبار، ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. مشاهدينا الكرام، مثل ما تعودنا يوم الأثنين يكون عندنا ريوق الصبح أو فطور الصبح في أماكن عدة وفي مطاعم كثيرة أيضا، وقضت سنوات طويلة وهي تقدم الخدمات لطبعا مواطنينا ومقيمينا أيضا في هذه المطاعم. وهناك من المطاعم كثر من أصبحت في ذاكرتنا، لو رجعنا بالذاكرة شوي ورا يمكن نتذكر بعض المطاعم اللي حاولنا من خلال هذا البرنامج أن احنا نوصل لهم، لكن للأسف بعض الأرقام طبعا غير شغالة، وأيضا بعض المطاعم قد يعني انسحبت من السوق المحلي لسبب ما. لكن حاولنا على سبيل المثال نتذكر مطعم السلطان اللي كان موجود عند مصنع البيبسي في منطقة نجمة، حاولنا نتذكر أيضا مخابز الرغيف الساخن اللي يمكن نرجع أيضا بالذاكرة إلى 30 سنة خلت، ويمكن أول فرع كان لهم عند دوار الماي اللي اليوم أصبح تقاطع رئيسي كبير مقابل طبعا مستشفى سدرة للطب. وأيضا هناك من المطاعم اللي استمرت على مدى سنوات طويلة وما زالت تفتح أفرع في أماكن عدة في دولتنا الحبيبة قطر، ومن ضمنها خلونا نرجع شوي للوراء 25 سنة تقريبا للوراء ونتذكر مطعم المشاهير وبداياته. واليوم احنا في منطقة معيذر الشمالي أو في منطقة معيذر والشوارع التجارية، هناك شارعين، هناك شارع التجاري القديم في منطقة معيذر وهناك شارع أم الدوم وهو الأحدث واللي هو متواجدين فيه احنا اليوم. تفاجأت أنا اليوم أن المشاهير أصبح عندهم كرك المشاهير، يعني غير المطاعم اللي تعودنا عليه اللي تقدم ريوق الصبح بأنواعه، افتحوا أيضا أفرع لكرك المشاهير وهم يقدمون بعض العصائر والسندويشات وأيضا الأكلات الخفيفة، بالإضافة إلى المطعم مطعم ومخابز ومطعم المشاهير اللي راح نتخلى الحين ونتعرف على عمره وعمالته وأيضا زباينه بشكل عام. ومطعم المشاهير أيضا مشهور بأنه ديكور عنده يعني مختلف أحيانا عن المحلات الثانية، هناك غرف خاصة صغيرة يمكن تتكون ما بين 3 إلى 4 غرف، في ناس يحبون الخصوصية يكونون في غرفة بروحهم حتى لو كانوا شباب أو رجال. خلونا نتعرف على من يدير هذا المطعم ونعرف عمر هذا المطعم وايضا ما يقدم من خدمات. كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله يسلمك، طيبين ان شاء الله. اسمك؟ عناية الله الرسولي. عناية الله مشاهير كم سنه صار له في الدوحه؟ تقريبا الهني يجي 26 سنة. 26 سنه؟ نعم نعم. اول فرع وين؟ في الريان جديد، شارع الشافعي. شارع الشافعي جنب مسجد الشافعي. نعم، شارع الشافعي. أيوة. مسجد الشافعي. مسجد الشافعي. سنه كم تقريبا؟ يعني 1998. أنا 1998. 1998. أيوة أيوة. يعني تقريبا 26 سنة. وهناك من المطاعم كثيرة سواء كانت الباكستانية أو الأفغانية تقدم تقريبا نفس الأكلات، وهناك أيضا محلات مشهورة في قطر بالنسبة للأكلات الأفغانية والباكستانية والهندية والأكل الآسيوي بشكل عام. طيب عناية الله، انتوا الساعه كم تفتحون هنا؟ الساعه 4 الصبح. 4 الصبح؟ نعم. من يجيكم 4 الصبح؟ يعني كيف من يجيكم 4 الصبح؟ كل زبون، زبون يجي من برا على طول بعد الصلاه، على طول زبون يجي عشان في بعضهم عنده دوام صبح. ايوه بعد دوام صبح. زين، شو يطلبون زباين؟ زباين فول، عدس، كبده، شكشوكه، حمص، الهندي دجاج ناشف، بعد في لحم ناشف، ايوه خبز، يعني بعد الصلاة على طول زبون. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طلبات خارجية بعد عندكم؟ في موجود طلبات خارجية. في توصيل عندكم ولا لازم واحد لا يجي يستلم الطلب؟ لا، هنا داخل ميزر واحد يستلمونه. في الناصر في طلبات،
في مرة في طلبات، بس في فرع ثاني ما في طلبات. زين احنا قلت لي النصر والمرة وبعد وين؟ بعد لا ما في الثاني. المشاهير وين مكانه غير غير؟ في معزر، في غرافة. أيوة أول كان في المرخية، أول كان المرخية الهن سكر هذا مكان كسر. وين رحتوا بعد مرخية؟ وين رحتوا؟ غرافة. غرافة أيوة، جمال ديوانية البخاري، جم ديوانية البخاري. ديوانية البخاري زين. نعم. لكم بعد في شارع النصر مكان ثاني داخل دوحة؟ شارع النصر فيه موجود، شارع النصر فيه موجود مقابل مال دوحة، ما أعرف هذا سوق كبير في شارع النصر. أيوة في شارع. طيب عناية الله خلنا نتمشى شوية، خلنا نتمشى. أنا والله كان ودي أسولف ويا الموجودين إذا سمحوا لي، أقدر أخذ منك كلمة؟ حياك الله يا أخي، خلني أقعد جنبك. كيف حالك؟ أول شيء نقول فطور العافية عليك. مبروك إن شاء الله. الله يحييك. اسمك الكريم؟ محمد بخيت. محمد. محمد يعني دائما متعودين إحنا كعرب فطورنا يكون فيه الفول والحمص والجبنة واللبنة والعسل، إيش تفضل تفطر في الصبح؟ الله يفضل الفول يعني. الفول. طيب غير هذا المحل أو نقول هذا المكان مثلا مخابز ومطاعم المشاهير عشان قريب منك تجي، ولا عشان أكله، ولا عشان أنك متعود عليه؟ قل لي. والله أنا متعود عليه يعني، حاجة تعجبني بمشي فيها يعني، محل صميح وجميل. نعم. أيوة. أسعاره كيف يا محمد؟ لا مناسبة الحمد لله. يعني مثلا صحن الفول هذا كم يطلع على الزبون؟ في حدود كم تدفع له؟ والله يعني 10-15 كده. ومناسب تشوف ان الفطور الواحد يفطر ب 15 ريال؟ والله مناسب. مناسب. نعم. نعم. في مطاعم يمكن تكون اقل ايضا في القيمه لو رحنا حق مطاعم الاسيويه البسيطه يعني. والله يعني الاسيويه شويه اقل يعني مناسبه. نعم. أيوة. طيب لو فضلت الان مطعم سوداني وين راح تفضل؟ والله لا تقول لي الراكوبه، قول لي واحد ثاني. الله اقدر اتكلم مع الرجال ده ممكن اكثر مني. وين تتوقع؟ هو اكثر مني في البلد يعني. يعني غير الراكوبه هذا هو المطبخ السوداني في معيزر، المطبخ السوداني، وعندك الريان، وعندك في مدينه خليفه اعالي النيل، كذا المطاعم دي. هذه المطاعم السودانيه. السودانيه. طيب كيف اسعار اكل المطاعم السودانيه لو قارناها بالمطاعم الاسيويه الان؟ شوية يعني المطاعم السودانية شوية أغلى. أغلى شوية يعني. ليش أغلى؟ يعني منتج سوداني والرغبة فيه السودانيين أكثر يعني. أما الأكلات الآسيوية ما بين 5 ريال 10 ريال كده. المشاهير طبعا أكل ممتاز جدا، بيحبوا القطريين وبيحبوا الأجانب، كل أكل يعني الناس دي كلها بتحبه. وفي متناول، يعتبر في متناول 10 ريال معقولة يعني، 10-11 ريال يعني. واحد يأكل دائما اللي ناسبه، وفي الفطور عادة يكون الأكل جدا بسيط. حتى في بغوليات اللي هو الفول والفلافل والحمص والحاجات دي، يفضل الناس دائما تفطر على الحاجات دي يعني، دي الحاجات المطلوبة من الصباح. بارك الله فيكم وفطور معنا. العافية. بارك الله فيك، جعل فيه العافية مثل ما نقول. وشكرا لكم على كلامكم الطيب دائما. جزاك الله خير. تسلم والله. شكرا. شكرا كتر خيركم إن شاء الله. شكرا لك يا أخي. إذن مثل ما شفنا واحنا على الهواء مباشرة في هذه المطعم، وأيضا فيه من الجاليات الأخرى غير العربية موجودة في هذا المكان تفطر، وما زلنا فترة الصباح يعني حتى تقريبا الساعة 10 صباحا والناس في فترة الفطور وإلى ما بعد ذلك، لكن من بعد الساعة 11 تقريبا صباحا أو 11:30 صباحا ندخل في فترة الظهر وفترة الغداء، وتتغير أو يتغير الأكل من فطور إلى غداء، وأيضا يقدمون في وجبات العشاء في مخابز ومطاعم المشاهير. عناية الله كم نفر عندكم هنا يشتغلون هنا في هذا الفرع؟ دخل هذا فقريبا 19 نفر. 19 نفر؟ نعم. هني؟ أيوة. شفتين؟ شفتين نعم. واحد شفت يجي الساعة 4 الصبح إلى الساعة 12 روح، بعد يجي الساعة 6، الساعة 12 يجي إلى الساعة 12:01 بالليل. نعم. أقدم نعم. واحد موظفين عندك من؟ أقدم واحد هني قديم؟ قديم. قديم ولا؟ لا في هذا. في أقدم؟ أيوة. كم سنة صار له؟ وممكن الحين 15 سنة. 15 سنة. نعم. بس أنت إيش كثر صار لك عناية الله؟ أنا ما يجيت 2000.
مع المطعم جي. ايوه ما شاء الله، يعني الحين 26 سنه في الدوحه انت. ايوه طيب خلينا نتمشى شويه ونشوف اذا طبعا موجود الوجبات نتكلم عنها، اكشفوا لي عنها، شيلوا عنها عشان شويه نتكلم، شيلوا هذه، شيلوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعالي هني يا عنايه الله، تعالي هني ما شاء الله تبارك الله. فطور الصبح دائما احنا نقول كل واحد وذوقه، كل واحد وطريقته، كل واحد يحب ياكل نوع معين من الاكلات الصباحيه. ومخابز ومطاعم المشاهير مشهورين يمكن في الكبده، بعد الكبده وايد مشهورين فيها هم، والفول الجلابه والفول اللي بالجبن، يعني هم مشهورين في بعض الاكلات اللي يحبونها كثير من الناس. طيب عنايه الله، هذه شكشوكة. شكشوكة، هذا شكشوكة مع صلصة. مع صلصة. نعم. طيب هذا الصحن كم؟ هذا الصحن مع خبز شاي. كلش يجي 12 ريال. 12 ريال. مع شاي وما خبز. نعم. مع شاي وخبز. طيب هذا حمص. حمص هم يجي نفسه سعر 12 ريال. 12 ريال. تقريبا الطاسة ووسط. أيوة. يعني إحنا نتكلم عن. أيوة. حجمها أيضا يعني تكفي شخص. أعتقد إنها تكفي شخص. يمكن بعض الأكلات تكون ثقيلة. فتكفي اكثر من شخص. طيب هذا شنو؟ كبده. ايوه زين كبدة. هذا كبده وهذا كبده ولا في فرق بينهم؟ لا هذا دجاج كنا لحم ناشف. صحن كم هذا؟ 25 مع خبز. 25 مع خبز مع شاي. اي لا بدون شاي. مع شاي كم يصير؟ 26. 26. ايوه. طيب هذه كل الاكل الصبح لازم في سلطه معه ولا بدون؟ سلطه يجي داخل، يجي سلطه معك مع اي صحن، يجي سلطه. سلطه معك. اذا مثل ما سمعتوا عنايه الله يقول مع كل صحن او كل وجبه ايضا معها هذا الصحن مكون من جزر والبصل وايضا الليمون والاهم الزيتون الحب ومخللات مع كل وجبه. طيب هذا شنو هو؟ فول مشكل. هذا فول مشكل مع جبن مع طماط مع بيت. هذا كم سعره؟ نفسه 12 ريال مع شاي وخبز. يعني مثل ما قلنا الحمص ب 12 وهذا ب 12، اذا في ناس يمكن تفضل هذا حتى الطاسه شويه اكبر. 12 ريال. طيب هذا شنو؟ هذا بعد حمص مع لحم ناشف. حمص مع لحم ناشف. ايوه. كم سعره؟ مع 26 مع شاي وخبز. مع شاي وخبز. أيوة. 26 ريال. طيب هذا في فرق بين الشكشوكة أو بيض وطماط؟ لا هذا لحم ناشف، دجاج ناشف. دجاج ناشف. والله أنا فكرت قريب من الشكشوكة، والشكشوكة عادة في قطر احنا نسميها بيض وطماط، تعودنا عليها بيض وطماط، وحين صار بيض وصلصة بعد، على فكرة أكلة جميلة بيض والصلصة بدون إضافة الملح، جربوها. طيب هذا كم الدجاج؟ هذا دجاج ناشف نفس 25 ريال. 25 ريال. طيب هذا بيض وطماط؟ هذا 12. 12. أيوة. بيض وطماط. ايوه بيض ولا وطماط. اسمه عندكم هنا بيض وطماط ولا؟ لا شكشوكه. هذا شكشوكه. ايوه اذا هذا الشكشوكه. هذا الشكشوكه الاصفر، هذه شكشوكه مع صلصه، وهذه البيض وطماط العادي اللي هو مع الطماط الفرش. كم قلت لي؟ 12 ريال. 12 ريال مع شاي ولا بدون؟ شاي مع شاي وخبز. مع شاي وخبز. طيب هذا النوع من الفول شنو؟ فول مع حمص. فول مع حمص. فول مع حمص نفسه 12 ريال. 12 ريال. طيب ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا العدس. العدس ايضا من الوجبات المطلوبه في فتره الصبح. كم؟ هذا 11 ريال مع شاي وخبز وسلطه. 11 ريال. ايوه مع كل شيء يجي مع السلطه مثل ما ذكرنا قبل. طيب خلينا نشوف النوع الاخر او الاخير من الفول. هذا 11 ريال مع خبز وشاي. شنو هذه؟ فول جلابة. فول جلابة. هذه فول جلابة مثل ما تشوفون، عليه طبعا طحينية وزيت الزيتون. أيوة. والفول بالطريقة الأفغانية الجميلة فعلا، مهروس وجميل ومهضوم. مهضوم على قولة إخواننا اللبنانيين. طيب شنو بقى؟ كبدة. والأهم، الأهم تقريبا عند المشاهير وحسب ما نعرف، الكبدة. الكبده مع الطماط، كبده الخروف طبعا مع الطماط بشكل جميل يسوونها اخواننا الافغانيين والباكستانيين ايضا. طيب عنايه الله، هذه الكبده يمكن اكثر الناس يطلبون كبده من عندك. ايوه فول وكبده اكثر الناس يطلبون. طيب
على كم الكبدة؟ هذا مع شاي ولا بدون شاي؟ بدون شاي. مع شاي مثلا. مع شاي 18 ريال. 18 ريال. نعم. بدون شاي؟ بدون شاي 17 ريال. 17 ريال. يعني 17 ريال وأيضا بعض المواد يمكن تكون شوية غالية. كبدة خروف ها؟ أيوة أيوة كبدة خروف. يعني في ناس يسوون في قطر كبدة بقر مثلا أو كبدة حاشي أحيانا، لكن هم يسوون كبدة خروف وب 17 ريال الصحن مع خبز وسلطة. نعم نعم مع خبز وسلطة. طيب. كبدة بعد كبدة أي وقت ما يحصل الخروف أنا بيجيب مال بقر. إذا ما حصل مثل ما تقولون مثل ما قال إذا ما حصل كبدة الخروف يجيب بقر حتى ما ينقطع أيضا يعني من الزباين. الزباين يطلبون دائما يعني الكبدة قلوب عندكم قلوب لا ما يسوي من زمان سويت قلوب وكلاوي سويت الحين ما يسوي. طيب. ليش يطلبون ما في. طيب خلنا نتمشى شوية بعد عناية الله. أنا شفت الحين عندكم فرع شاي. أيوة. أول مكان عندكم شاي. أول مكان. طيب متى سويتوا الشاي الحين؟ هو تقريبا 9 شهر. 9 شهور. 9 شهر. بس في الفرع هذا ولا كل مكان؟ لا في الفرع هذا بس. بس زين. ان شاء الله يعني قريب قدام ان شاء الله بعد تفتحون كرك؟ لا والله ما يمشي يعني في خسارة. بس ما شاء الله احنا جربنا والله بأمانة يعني كركم قبل الهوى بأمانة يعني الكرك طعمه جدا جميل. هناك عشرات بل مئات المحلات اللي تقدم الكرك الصبح او شاي الكرك او الشاي بانواع، لكن بامانه شربنا يعني تقهوينا عنده قبل قبل الهواء. الشاي عنده جميل، الكرك جميل، سكر موزون، طعمه ايضا شويه غريب يعني له نكهه خاصه. وهو من طبعا الكافتريات الجديده اللي افتحت بالنسبه لمطعم او مخابز ومطعم المشاهير. طيب خلنا نتمشى بعد شويه. يعني انا كان ودي والله اخذ اراء من الموجودين. ودي اقدر اخذ منك كلمة اخوي الكريم؟ بارك الله فيك. خليك معايا عناية الله. خلني اروح عند اخوي الكريم. حياكم الله يا شباب. حياكم الله. كيف حالك يا اخوي؟ طيب ان شاء الله. اول شيء بسألك بشكل سريع، يعني انت متعود على هذا المطعم ولا من يوم الى يوم الانسان لا يمكن انه يمسك في مطعم واحد حتى يغير ايضا رغبته؟ جماعة دول من أيام مطعم الريان. من أيام مطعم الريان. يعني كنا 26 سنة ما شاء الله. لا بس هو يعني بس مش من بداية. يعني أنت ما دام بداياته هو فتح تقريبا في 2000 أو 89. أقصد إن أنا قبل ما يقفل ويبدأ ياخد الفرع دول. يعني كم تقريبا صار لك معاه؟ حوالي 14 سنة 15 سنة. 14 سنة. طيب شو اللي حببك في أكله؟ والله احنا متعودين دايما حتى في مصر على الفول عامه، فقدامنا المطاعم اللي احنا بنحس ان الفول بتاعهم حاجه نظيفه يعني وكده بيقدم وجبات نظيفه وفي المتناول لاي حد يعني. اسعاره مناسبه. مناسبه طبعا. جدا مناسبه. مناسبه جدا. طيب غير هذا المطعم لا يمكن الواحد يكون مستمر في مطعم واحد، غير هذا المطعم مثلا وين تفضل من المطاعم؟ وهي كثيره سواء كانت عربيه اسيويه اوروبيه. بعد ده المطعم الوحيد الاسيوي اللي الواحد ممكن ياكل فيه وجبه الصبح يعني. بعد كده نخش على المطاعم بتاع المصريه يعني جاد والناس اللي هي وكمان فلسطين في المطاعم اللي هي. كيف تشوف نظرتك لنظافه المكان؟ واحنا دائما حريصين ايضا يعني الحكومه الرشيده ايضا حريصه على سلامه كل مستهلك لطعام وايضا منتجات انها تراقب هذا المحل، لكن انت كزبون كيف شفت بعينك هذا المحل؟ احنا طبعا بنشوف الموضوع ده حاجه احنا بناكلها لازم تكون حاجه نظيفه وحاجه كويسه، ولو ما عجبتش الزبون طبعا مش هيجي لها تاني. بالاضافه ان فعلا الموضوع هو لو مش محافظ على جودته ونظافته ما كانش استمر الفتره دي يعني. نعم بارك الله فيك. نقول فطور العافيه عليك ان شاء الله. شكرا جزيلا على كلامك الطيب. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. دائما هذا كرم العرب، إذا تجي على غدا ولا عشاء ولا فطور لابد أن يعزمك. ولاحظنا أخواننا السودانيين والآن أخونا من جمهورية مصر العربية الشقيقة وأيضا هناك أشقاء في هذا المحل وفي هذا المطعم. شكرا جزيلا لك. موفق إن شاء الله. الله يخليكم. شكرا جزيلا. إذا خلونا نرجع حق عناية الله ونكمل سوالفنا معه عن المطعم. طيب احنا أعتقد يعني باقي دقيقتين يقولون لنا على الهواء. طبعا هناك ايضا من الجاليات اللي تفطر في هذا المكان الجاليات الغير عربيه وهي الجاليات الاسيويه. طيب وزاره الصحه بلديه
مطافي، دفاع الأمن، وزارة طبعا الإطفائية أو الدفاع المدني، يجونكم يمرون عليكم على طول على طول. وزارة شو يقولون لكم؟ بس يجي يشوف مال نظافة، يجي يشوف مال شهادة سية، يجي على طول يشوف مال أكل. الحمد لله لسه ما في مشاكل، لسه الحمد لله كل شيء. عناية الله. الساعة كم تسكرون في الليل؟ الساعة 2. ثنتين؟ أيوة. بس وتفتحون 4 الفجر؟ يعني ساعتين حق التنظيف؟ أيوة حق تنظيف. نعم حق تنظيف. أيوة أيوة. قلت لي هنا عندكم 16 و 19 واحد في هذا المحل. نعم. لكن كلكم في كل الأفرع كم موظف تقريبا؟ تقريبا كلكم 60-70 نفر. 60-70 نفر. أيوة يجي شو يجي تعرف يجي فوق. نعم. يعني قريب 70 ها موجود. زين. عندكم طلبات سنون وتوصيل ولا ما عندكم؟ لا في اثنين، في الاثنين السنون. اللي قلت لي في المرة أو في النصر. طيب هني كيف؟ يسوي طلب يجي يشيله هو؟ لا لا يجي يجينا. الزبون يجي يشيله. أيوة يجي دريوال وزبون. أيوة أيوة. من يجيك هني من الزباين؟ يعني شنو جنسياتهم؟ عربية؟ قطريون يجي، سودانيون يجي، مصريون يجي، أردني يجي. حياك يا أخوي، تفضل تفضل تفضل. أيوة من كل بلاد يجي. بس في هندي بنغالي شوي ما في شوي لأن في مطاعم ثانية خاصة نص فيهم. في المياه. نعم أيوة. عناية الله شكرا جزيلا لك. إن شاء الله نشوف بعد برانشات ثانية، أفرع ثانية في أماكن ثانية، والكرك مالكم نشوفه بعد في أماكن ثانية بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله الله يسلمك. إن شاء الله تسلم. شكرا ألف شكرا. شكرا شكرا عناية الله. شكرا. إذن مثل ما شفنا في مخابز ومطاعم المشاهير، وهي أفرع أيضا يعني متفرغة في دولتنا الحبيبة قطر، ولها زباينها ولها محبينها. دائما نقول هذه المطاعم تقدم الجميل لزبونها وأيضا زوارها، وهناك الكثير أيضا من زوار قطر اللي يحبون يزورون هذه المطاعم بشكل عام. إذن انتهت حلقتنا اليوم، نتمنى أن احنا وفقنا في اختيار هذا المكان. نراكم بإذن الله في يوم القد، ما ندري وين راح نكون، لكن تابعونا دائما نسعى لإرضائكم كمشاهدين ومتابعين لشاشة تلفزيون قطر. وفي الختام تقبلوا تحيات جميع العاملين معي في هذا البرنامج، سامحونا على القصور، نلتقيكم في يوم القد، الله يحفظكم ويرعاكم.